أهلا بكم مشاهدينا إلى كشك الصحافة إلى أبرز العناوين. أخبار اليوم تنقل عن مجلة بريطانية: نفوذ وقوة الجيش اليمني تزداد يوميا. صحيفة عربية تقول: المعلمون في اليمن لا يمتلكون قيمة المواصلات إلى مدارسهم. ومن الاندبندنت: الربيع العربي يمكنه أن يساعدنا في فهم إيران. القدس من أخبارها المنوعة: من الهند اختطاف مدعو للزفاف وإجباره على الزواج بفتاة تحت تهديد السلاح. استمراراً لجرائمها وانتهاكاتها للطفولة، كشفت إحدى الأسر في إب أن طفلاً لها قتل في جبهة نهم بعد أن اختطفته شبكة تجنيد للأطفال تابعة لميليشيا الحوثي الإنقلابية قبل أكثر من شهر، وهذا عنوان من موقع الاشتراك نت، حيث بعد شهر من اختطاف الطفل الميليشيا تكشف عن مصيره. اسمه أسامة الوائلي. قالت مصادر مقربة من أسرة الطفل أسامة علي محمد قاسم الوائلي أن ميليشيا الحوثي اختطفته من العاصمة صنعاء ولم تسمح له بالتواصل مع أسرته أو حتى إشعارها بمكان تواجده، ودفعت به للقتال في صفوفها في جبهة نهم. وبعد شهر من اختطافه تفاجأت أسرته وفقا لمصدر بتلقيهم اتصالا هاتفيا من أحد مشرفي ميليشيا الحوثي يخبرهم بأن طفلهم الذي ظلوا يبحثون عنه موجود في ثلاجة في مستشفى الكويت بالعاصمة صنعاء بعد مقتله في جبهة نهم. وقال الموقع: إن أسامة ينتمي إلى مديرية حزم العدين في محافظة إب، وهو يتيم الأب ويسكن مع أمه في قاع القيضي جنوب صنعاء. العديد من العناوين تصدرت الصفحة الأولى لموقع صحوانت، منها: الأمهات تدين تعذيب المختطف التويتي حتى الموت وتدعو العالم لإنقاذ المختطفين. عنوان آخر: الحوثيون يمطرون الأحياء السكنية شرق تعز بالقذائف تزامنا مع هجوم على مواقع الجيش. عنوان آخر من ذات المحافظة: مقاتلات التحالف تدمر مخازن أسلحة للميليشيا في موزع تعز. من البيضاء: تجدد المواجهات في مديرية البيضاء والميليشيا تقصف المنازل في ذي ناعم والزاهر. ومن معارك الساحل الغربي: قائد الميليشيات بالساحل الغربي مع 50 من مسلحيه يسلمون أنفسهم للجيش الوطني. في مقاله المنشور في موقع الاشتراك نت يحذر علي عبد الرحمن الخليدي من فخ الوقوع في مصيدة ميليشيا الحوثي ومن محاولة ظهورها كالحمل الوديع مع كل ما تحمله من موت ودمار في كل تفاصيلها. أضاف الكاتب في جزء من المقالة: انقلاب الحوثي وصالح مشروع سياسي معاند ومضاد لحركة التاريخ، مشروع حركته وحفزته بدرجات مختلفة نوازع ودواع ثأرية وانتقامية، لكل منهما أجندته الخاصة به تجاه تاريخ الوطن والشعب. انقلاب وحرب وحشية وعبثية أرادت إيقاف التاريخ عند لحظة كانت رغما عن الإرادة الشعبية، وبأثر رجعي في محاولة لإعادتنا القهقري لقرون خلت كما حلم به طرفا الانقلاب والحرب. ثم يأتي بعد ذلك البعض ليتحفنا بتنظيرات مستهلكة حول موقفه السياسي المتميز من الحرب ومن أطرافها وضرورة إيقافها، حرب كان جذرها وأساسها انقلاب لا مثيل له في تاريخ عالم الانقلابات في كل الدنيا. إنهم يرون التعبيرات الشكلية للانقلاب ولا يبصرون جوهر سؤال الانقلاب، وتلك مشكلتهم الخاصة. اليوم تتعرض كل القيم النبيلة والجميلة ومستودع أشواق الناس وأفراحهم وأحلامهم إلى الخراب العظيم، ونلمس لمس اليد تحولها جميعا إلى رماد وإلى منتديات ندب وأتراح وبكائيات. ما نحتاجه فقط جملة سياسية عربية مفيدة تتلخص في موقف نضالي مقاوم ورؤية سياسية تجاه الانقلاب وما أنتجه من حرب استغرقت في داخلها كل حاضر ومستقبل الوطن. علينا اليوم أن نتحرك خارج المنطقة الرمادية ونقول كل شيء دفعة واحدة وبدون تقسيط. هناك تساؤل مهم يطرحه الخبر الوارد من موقع عدن الغد: هل بالفعل الشرطة في عدن غير قادرة على حماية أراضيها؟
وفقا لموقع غدا نقرأ سويا: أراضي الجمعية السكنية لأفراد وضباط الشرطة الواقعة في منطقة العماد في مديرية دار سعد تتعرض للبسط والسطو المسلح من قبل خارجين عن النظام والقانون. يضيف الموقع: لطالما كانت وما زالت أراضي مخطط الشرطة بالعماد ساحة مواجهة بين سلطة دار سعد ومافيا ولصوص الأراضي، وهو ما يجعل منتسبي الجمعية يتخوفون من أن تصبح آمالهم في بناء مساكن تؤويهم وأسرهم في مهب الريح. في لقاءات قال الموقع إنه أجراها مع عدد من أعضاء الجمعية أجمعوا على أن أراضيهم تشبه المال السايب، فلا قوة أمنية ولا أسوار تحميها من عمليات النهب. ينتظر وزير الداخلية الكثير من المهام التي يفترض أن يواجهها، فوفقا لموقع سبتمبر نت أكد الوزير أن العام الجديد سيكون عاما للنظام والقانون ولتثبيت الأمن. أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري أن العام الجديد سيكون عاما للنظام والقانون وتثبيت الأمن والاستقرار والسكينة العامة والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وذلك بموجب النظام والقانون وتحت قبة النيابة والقضاء. شدد أيضا على ضرورة التزام الجميع بالأنظمة والقوانين والولاء للوطن بعيدا عن السياسة والتشكيلات المناطقية، وتأكيد ذلك بالمضي قدما نحو الأمام. أضاف الوزير: الملاحم البطولية التي رسمها الجيش الوطني تؤكد أن الجميع شركاء في تحقيق الانتصارات وفي المضي نحو البناء والتنمية. يحتفل التونسيون بعد أيام بالذكرى السابعة لثورتهم التي أسقطت نظاما استبداديا هو من الأنظمة الأكثر فسادا في المنطقة. هكذا بدأ وزير الثقافة التونسي عامي 2012 و13 المهدي مبروك مقاله المنشور في صحيفة العرب الجديد، مضيفا في أجزاء من المقالة: فتحت الثورة للتونسيين سماء كاملة من الحرية، ولكن هذه السماء لما كانت واسعة غطت مناطق مجاورة فألهمت شعوبا وشجعتهم على الثورة. لم يصدروا التونسيون ثورتهم، لكنهم لم يستطيعوا منع جاذبيتها، لأن أوضاعا كانت مشابهة احتاجت فيها الضمائر والنفوس والعقول إلى ما احتاج إليه التونسيون، قدرا من الحرية يليق ببشر يخطون عشرية أولى من القرن 21. ألهمت الثورة مناطق وشعوبا عديدة في العالم العربي وغيره من دون أن يكون لها مانفيستو خطت فيه أيديولوجيتها على غرار الثورات الأيديولوجية، بدءا من الثورة الفرنسية مرورا بالثورة البلشفية حتى آخر ثورة بهذا المعنى أي الإيرانية، قبل أن يعرف العالم موجة الثورات الملونة التي هزت أوروبا الشرقية تحديدا بعد سقوط جدار برلين. لعب في الثورة الشباب دورا مهما مستغلا تقنيات التواصل الحديث والشبكات الاجتماعية، ودفع ثمنا غاليا مئات الشهداء، لكنه انعتق من الخضوع في ثورته إلى قيادات أو مرجعيات كانت ستسحقه لو قادت الثورة زعامات أو كان لها بدائل أيديولوجية جاهزة. تنقل صحيفة أخبار اليوم عن مجلة بريطانية أن اليد العليا في اليمن حاليا هي للجيش، مستدركة بأن ذلك لا يعني أن هناك نهاية للحرب في البلاد. ونشرت مجلة إيكونومست تقريرا سلطت فيه الضوء على توازنات الحرب والقوة لدى الجيش اليمني من جهة والحوثيين من جهة أخرى بعد مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. أشارت المجلة إلى أن لدى رئيس أركان الجيش اليمني طاهر علي العقيلي خطوات نابضة بالحيوية والنشاط، موضحة أنه وبعد عام من الجمود تتحرك جبهاته الخمس مرة أخرى. وأردفت في سياق الحديث عن رئيس هيئة الأركان: بينما يزور ويترقب ساحات القتال على بعد مئات الكيلومترات، يتحدث عن الانتصارات في بيحان التي أعادت ربط الطريق من مقره في مأرب جنوب اليمن وحتى الجوف شمالا. وأشارت المجلة في التقرير إلى أن حكايات فظائع المتمردين حفزت قوات الحكومة على التحرك، وقالت إن الحوثيين الذين يدعون أنهم جماهير مضطهدة تحولوا إلى مضطهدين. ولفتت إلى أنه مع تقليص وتفتيت الحوثيين سيتزايد نفوذ الجيش. إلى عناوين موقع عدن تايم، تنقلت بين العديد من الموضوعات أهمها:
مساجلات شعرية في سيئون عن هموم وأوضاع الوطن ونبذ العنف والفساد، وعنوان عن ناشطين وناشطات يناقشون مشروع السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي وتفاعل قوى الحراك مع محاوره، ودخول مفاجئ لطالبات محتجات في حفل تخرج بكلية البنات في جامعة حضرموت، عنوان من صنعاء: الحوثيون ينهبون التجار وأصحاب رؤوس الأموال. وبعد الفاصل سنعود لمتابعة ما تقوله الصحافة العربية والعالمية بالإضافة إلى أخبارنا المنوعة، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد إلى الصحافة العربية. مدارس اليمن، أزمات التعليم في زمن القصف، هذا عنوان من صحيفة العرب الجديد، قالت في تفاصيله: مشاكل كثيرة يعاني منها قطاع التعليم في اليمن، كلها تؤدي إلى تجهيل التلاميذ، تدمير مستقبلهم، للمعلمين أيضا مشاكل رواتبهم التي لا تصل، وللمناهج أزماتها المتصلة بتغيير وعي أجيال المستقبل. تقول الصحيفة أيضا أن العام الدراسي الجاري في اليمن تأخر شهرا كاملا بسبب إضراب 173 ألفا من المعلمين في 13 محافظة واقعة تحت سلطة الحوثيين، وهم الذين انقطعت رواتبهم منذ سبتمبر عام 2016. وقالت الصحيفة أيضا أنه بالرغم من اتفاق نقابة المهن التعليمية والحكومة حكومة الانقلاب بانتظام دفع نصف راتب شهري وقسائم شرائية بالنصف الآخر، إلا أن 3 أشهر مرت على الاتفاق ولم يتسلم المعلمون سوى نصف راتب لمرة واحدة، وذلك بعد إتمام الاتفاق من دون قسائم شرائية، وهو ما جعل المعلمين غير قادرين على توفير بدل المواصلات للحضور إلى المدارس. أضافت الصحيفة أن انقطاع رواتب المعلمين ليست المشكلة الوحيدة أمام انتظام عملية التعليم في اليمن، فتقرير الوضع الإنساني عن اليمن لشهر سبتمبر 2017 أوضح أن 2.3 مليون من الأطفال يحتاجون إلى المساعدة للحصول على التعليم. نقلت صحيفة الشرق الأوسط أرقام انتهاكات رصدتها منظمة حقوقية في تعز، وعنونت الصحيفة: اتهام للانقلابيين بتهجير 1895 يمنيا في تعز خلال شهر واحد. قالت الصحيفة أنه من إجمالي الضحايا المدنيين الذين سقطوا خلال ديسمبر من العام الماضي تم تسجيل مقتل 8 أطفال، 3 نساء بالإضافة إلى إصابة 7 أطفال و4 نساء جراء القصف العشوائي. وأكد التقرير تعرض 1895 أسرة للنزوح والتهجير القسري من منازلها في 6 مديريات. قالت الصحيفة: 92 منزلا ومنشأة ومركبة وممتلكات خاصة وعامة تعرضت للتضرر، منها 39 منشأة وممتلكات تضررت بشكل كلي، بالإضافة إلى 53 أخريات تعرضت للتضرر وتحتاج إلى إعادة تأهيلها وإصلاحها. 7 بلدان صوتت مع الولايات المتحدة وإسرائيل حول وضع القدس. تلقت هذه الدول دعوة إلى حفل استقبال للصداقة من السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة. وإذا من هم الذين سيذهبون إلى الحفل؟ هكذا بدأ المقال مات أندرسون ومنشور في صحيفة الغد. تتضمن قائمة الدعوة 7 بلدان انضمت إلى الولايات المتحدة وإسرائيل بالتصويت بلا، والتي تقع بشكل رئيسي في جزر الباسفيكي وفي أمريكا الوسطى، بالإضافة إلى واحدة في أفريقيا. لكن هؤلاء ليسوا بالضرورة جميع الضيوف الذين كان المرء يتوقع حضورهم حفل النفوذ الأمريكي، بما أن حلفاء أمريكا الرئيسيين في أوروبا وآسيا لم يصوتوا لصالح واشنطن.
وجهت الدعوة أيضا إلى البلدان 35 التي امتنعت عن التصويت، وقد صوت 128 بلدا بنعم ولن تكون مدعوة. لكن قائمة الأصدقاء قد لا تكون انعكاساً للنفوذ الأمريكي إلى الحد الذي قد تظهره دعوة هالي، ففي معظم الحالات كانت الدبلوماسية الإسرائيلية تمهد الأرضية لهذا القرار منذ أعوام عدة، حتى بينما كانت سياسة الرئيس دونالد ترامب أمريكا أولاً تغضب قادة العالم. وبعبارات أخرى، ربما يقول التصويت عن موقف إسرائيل العالمي أكثر مما يقوله عن موقف أمريكا. تناولت الصحف البريطانية العديد من القضايا العربية والشرق أوسطية، من بينها الاحتجاجات في إيران، ففي صفحة الرأي في صحيفة الاندبندنت مقالا لباتريك كوبرن بعنوان الربيع العربي يمكنه أن يساعدنا في فهم إيران. يقول كوبرن: وسائل الإعلام الدولية لديها سجل فقير فيما يتعلق بنقل الاحتجاجات والانتفاضات في الشرق الأوسط منذ عام 2011، حيث صور الكفاح الشعبي المركب المتعدد الجوانب على أنه معركة بسيطة بين الشر والخير. يضيف: أعرب الكثيرون عن الاندهاج والحزن عندما تحول ما كان يعتقد أنه بزوغ فجر الديمقراطية في سوريا واليمن وليبيا إلى حروب أهلية مدمرة، بينما أصبحت مصر والبحرين أكثر استبدادية مما سبق. يقول كوبرن: أن تذكر الخطأ التام في تكهن ما سيؤول إليه حال الربيع العربي يجب أن تجعل وسائل الإعلام الأجنبية أكثر حذرا في نقل المظاهرات في إيران. ويضيف أن إيران تزعم أن قوات الأمن تمكنت من إخماد المظاهرات من تلقاء نفسها، ولكن يوجد ما يشير إلى أن المظاهرات ما زالت مستمرة ولكن على نطاق أقل. إلى الأخبار المنوعة وردت في صحيفة القدس العربي، منها: اختطاف مدعو لزفاف وإجباره على الزواج بفتاة تحت تهديد السلاح. قالت الصحيفة: إنه في حادثة غريبة ومضحكة بعض الشيء. اختطف ضيف زفاف في حفل هندي وأجبر على الزواج من امرأة تحت تهديد السلاح، بينما كانت عائلتها تصرخ في وجهه الباكي: أغلق فمك، نحن فقط نريد الزواج منك وليس شنقك. تضيف الصحيفة: كان الشاب الهندي في نوت كومار يلبي دعوة للزواج من صديقه، زواج صديقه في منطقة في ولاية بيهار، عندما اختطفه عدد من الرجال. تم نقله بعيدا عن مكان الحفل. إجباره على الزواج من المرأة التي لم يسبق له أن التقى بها، إذ وقع كل ذلك تحت تأثير السلاح. وفقا لشهود عيان، كان أقارب المرأة يقولون للشاب: نحن فقط نريد تزويجك وليس شنقك، لماذا تبكي بصوت عالي؟ اخرس. وقاموا بمسح دموعه بملابسهم. وتعرف هذه المنطقة في الهند بطقوس الزواج القسري، وكثيرا ما تلجأ إلى هذا النوع من الزواج أسر تبحث عن عرسان مناسبين لبناتهم، ولكنها لا تستطيع تحمل تكاليف المهر الثقيلة. اخطب لبنتك ولا تخطب لابنك. هناك من يريدنا أن ننظر إلى الماضي كمقدمة نسير خلفها، خاصة أولئك الذين تستبد بهم النظم الشمولية ويشعرون بالحنين إليها وإلى الروح الديكتاتورية، وهذا لا يقتصر في مساحة الشرق الأوسط بل يتعداه إلى بقاع أخرى في العالم. وهكذا تكتب أستاذة التاريخ ومؤلفة كتاب الاحتفال بالموت في الثقافة المعاصرة دينا خبايفا عن الحنين إلى عهد واحد من أكبر الدكتاتوريين الذين عرفهم التاريخ. وتقول الكاتبة في مقال أعادت الغد نشره: في حين يحاول الكثيرون في العالم التخلص من آثار وتماثيل المضطهدين، يتحرك الروس في الاتجاه المعاكس، وذلك من خلال نصب تماثيل لزعماء الحرب في العصور الوسطى الذين كانوا معروفين باستبدادهم وطغيانهم. ويمكن أن يلقي فهم هذا الإحياء الضوء على اتجاه السياسة الروسية. وفي تموز يوليو من هذا العام، عبر الرئيس فلاديمير بوتين لأول مرة عن تقدير موسكو الخاص لهذا الطاغية،
معلنا عن طريق الخطأ أن إيفان الرهيب على الأرجح لم يقتل أي شخص قط ولا حتى ابنه. ويتفق معظم المؤرخين على أن إيفان كان وفياً لاسمه، فهو لم يقتل ابنه وغيره من الأقارب فحسب، بل قام بتأسيس أوبريتشينينا، وهي عبارة عن حملات تطهير تحت قيادة الدولة، والتي أرعبت روسيا من العام 1565 إلى العام 1572. ليس تمثال إيفان الرهيب هو الشيء الوحيد من العصور الوسطى الذي سيتم إحياؤه في روسيا. يدعو مثقفون روس بارزون إلى تتويج بوتين، كما حازت عرائض الدعم على توقيعات عبر الإنترنت. إن العصور الوسطى الجديدة متجذرة في الحنين إلى نظام اجتماعي قائم على عدم المساواة والطائفة والعشيرة التي يفرضها الإرهاب، ويعكس تجسيد الطغاة التاريخيين الاحترام المعاصر لقيم ما قبل الحداثة والقيم المناهضة للديمقراطية والظالمة. وبالنسبة لأبطال إيفان المعاصرين، ينبغي النظر إلى الماضي باعتباره مقدمة. وصلنا إلى الختام مع مجموعة ساحرة من صور الحيوانات وكيفية تعايشها مع بيئة الإنسان التي رصدتها كاميرات مصوري صحيفة الديلي تيليغراف، وننقلها لكم في هذه الجولة ومن ثم الكاريكاتور. من الصور إلى الرسوم، كاريكاتور مشاهدة ممتعة أتمناها لكم، وإلى اللقاء.